يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اتكلم على توقعات النص الثاني من شهر يوليو لأصحاب برج السرطان. أصحاب برج السرطان، أو خلونا ندخل في الموضوع على طول. يعني أصحاب برج السرطان من الناحية العملية عندكم في تحسن كبير، يعني من الناحية المادية في تحسن هيجي من ناحية العمل. في ناس هتمر بترقيات، هتمر بإن هي تكون كانت بتدور على وظيفة فهتبدأ إن هي تلاقي وظيفة. عندهم كمان في فلوس أو مبلغ مالي هيجي من ناحية ورث أو حاجة شراكة مع العيلة، فهتبدأ إن يكون فيها أرباح، فهيبقى ليكم مبلغ مالي من الأرباح دي. ده من الناحية العملية والمادية في النص الثاني لأصحاب برج السرطان، أو في النص الثاني من شهر يوليو لأصحاب برج السرطان. ده من الناحية العملية. من الناحية العاطفية بقى شوية في بعض المشاكل اللي بتمروا بيها من مع الشريك بالنسبة للناس المرتبطين. عندكم بعض المشاكل هي عبارة عن عدم التفاهم، مش عارفين تتفاهموا مع الشريك بسبب ان انتم طبعكم حساس جدا جدا، محتاجين اللي يبقى فاهمكم كويس، اللي هو يبقى حساس زيكم، اللي هو يبقى مؤمن بيكم، اللي يبقى عنده الحب كويس او بطريقة كويسة. ففي مشاكل مع الشريك، مشاكل كمان بتمروا بيها مش التفاهم وبس، لا، مشاكل ان هم مش متقبلينكم او طاقة الشريك اللي هي النارية، او لو مع شريك ناري او برج ترابي، فالفترة اللي جاية عندكم شوية مشاكل. وبالاكتر كمان الابراج النارية اللي مع برج السرطان بيبقوا شوية في مشاكل، اللي هي عدم التفاهم، خلافات على ان هم مش عارفين يعملوا حاجة للمستقبل، مش عارفين يكونوا حاجة، مش عارفين يفكروا، مش عارفين ياخدوا قرار، هما الاتنين قراراتهم يمكن تكون مش واحدة، فده بيعمل خلاف ما بينهم. الابراج النارية اللي هي برج الحمل وبرج الاسد وبرج القوس، فده السبب اللي هو الخلاف، يعني في بعض من الخلافات كتيرة جدا. ده بالنسبة للناس المرتبطين. بالنسبة للناس اللي لسه بتدور على الحب، عندهم حب او عندهم حد بيدور عليهم، في عين دايما عليهم، لكن ان يحصل كلام، يعني لو ما حصلش في شهر يوليو فالنص التاني شوية يبقى صعب انه يحصل، ان يحصل كلام، لكن في عين عليكم دايما، في حد بيراقبكم، بيبقى عايز يعرف مين الشخصية دي، مين بيدرس الشخصية بمعنى اصح. ده من الناحية العاطفية. لكن عايز اتكلم شوية على الحالة النفسية اللي بيمر بيها اصحاب برج السرطان. هم بيمروا بحالة حاسين ان هم مخنوقين، متضايقين، مش عارفين يعملوا ايه، حاسين ان الدنيا مقفلة معاهم، نوع من انواع الكآبة شوية، مش عارفين يبقوا مرتاحين في قراراتهم، مش مرتاحين في حياتهم بمعنى اصح، لا حياة اجتماعية ولا عاطفية ولا حتى عملية، حتى العملية اللي هي فيها يعني نوع من انواع حاجة كويسة، لكن بيمروا بحالة نفسية مش حلوة، محتاجين الناس تكون جنبهم، الناس اللي تحسسهم بالحب، تحسسهم انه احنا حاسين بيكم، احنا واقفين جنبكم، محتاجين حد يطبطب عليهم، يبقى حنين عليهم، كل ده هيفرق معاهم ويخرجهم من الطاقة السلبية شوية للطاقة الإيجابية. محتاجين ناس حواليهم كتير. وعايزة شوية أقول حاجة بالنسبة بقى ان انا بتكلم على توقعات النص التاني من شهر يوليو لبرج السرطان. ما تتكلموش عن حياتكم لو فيها مشاكل مع حد. ليه؟ عشان ما تحسوش ان اللي قدامكم ده ممكن يستغل ده نقطة ضعف ليكم، او يحاول يذلكم بالكلام، او ان هو يعني بمعنى اصح ياخد الكلام ويبدأ ان هو يشمت فيكم، او ان هو يذلكم، أو حاجات كتيرة يمكن انتوا هتحسوا اللي انا بقوله ده. فبلاش ان احنا نحكي مشاكلنا لحد، خلينا نحكيها لربنا سبحانه وتعالى افضل بكتير، وندعي ان الامور تتحسن والاحوال تتحسن اكتر ما نحكيها الاشخاص اخرهم كلمة معلش. فما بلاش ان احنا نحكي لحد عشان ما يستخدمش ده ضدنا في يوم من الايام. بالنسبة للصحة لاصحاب برج السرطان، بيمروا بمشاكل نفسية اللي احنا قلناها، اللي هو نوع من انواع الملل والكآبة، او ان هم مش عارفين ياخدوا قرار، في شوية مشاكل خلافات بتحصل في حياتهم مضايقاهم، لكن عندهم في نفس الوقت رغم كل ده عندهم نوع كده بسيط من انواع الحاجات الفرحة والسرور اللي هتخش عليهم. هيسمعوا خبر حلو في خلال النص الثاني من شهر يوليو، يعني عندهم يعني حياتهم نص نص، اللي هو الحاجه في حاجات شويه خلافات ومشاكل وكده، لكن هيسمعوا خبر حلو يمكن ده هي شويه هيسعدهم نفسيا.
بالنسبة للصحة الجسدية لأصحاب برج السرطان، عندهم بيعانوا من مشاكل في عظمهم، في الأعصاب، لأن هم جايين على أعصابهم بسبب المشاكل أو الخلافات، بيرهقهم، بيرهق جسمهم، بيرهق العظم بتاعهم، فده برضو بيسبب لهم مشاكل جسدية. حاولوا تبعدوا عن التوترات والقلق والخلافات وكل الحاجات دي، كل ده هيعمل عندكم تحسن في الصحة الجسدية والنفسية. طبعا دي كانت توقعات النص الثاني من شهر يوليو لاصحاب برج السرطان. طبعا بتمنى ان انا اكون فدتكم، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.